نحو منهجية علمية مستفيضة لضبط إيقاع الحوكمة الإلكترونية في العراق، تقدم المؤسسات المتخصصة في مجال خدمات الاتصالات والمعلومات رؤاها في تحديد واجهة العراق وكيفية إمكانية دعم التحول الرقمي إلى خدمة أساسية في المؤسسات بشكل عام. ما يخص التحول الرقمي يحتاج إلى ركائز أساسية، واحد من الركائز الأساسية هو التشريعات. ثانيا يحتاج إلى تطوير بنى تحتية تخدم مشروع التحول الرقمي، والشيء الآخر هو الموارد البشرية، تطوير الموارد البشرية لتتلائم مع التحول الرقمي. لا، كما تعلمون أن التحول الرقمي مشروع طويل ومستقبلي، يحتاج إلى رسم سياسات مستقبلية استراتيجية ليتم التحول. طبيعي الموقع الجغرافي العراق موقع متميز جدا، يعني ما نتكلم في أن هذا منهج في الدراسة يدرس، هو في الواقع فعلا العراق تربط دول الخليج والجزيرة العربية مع أوروبا عن طريق العراق وعن طريق سوريا، والأحداث مع الأسف في سوريا الآن، لحد الآن الشمال السوري في أحداث، صار التوجه نحو العراق الآن، والعراق يجب أن أعتقد يستثمر الظروف السياسية لصالحه والموقع الجغرافي كذلك. ونتمنى أن يتم هذا الشيء في أسرع وقت. المشهد الرقمي في العراق يعتبر ضرورة لمواجهة الأزمات وتقييد شبهات الفساد في حال إبعاد المواطنين عن الإجراءات الروتينية لإنجاز المعاملات عن طريق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي باتت متوفرة بمتناول اليد. اليوم احنا نملك شبكة كبيرة وفعالة وبمسارات متعددة قادرة على حمل الترافيك ترانزيت داخل العراق، نحتاج فقط الضوء الأخضر من وزارة الاتصالات لتسهيل الأمور والتعاقد والتسعير في فوات منفعة كبير يصيب العراق حاليا من جراء التأخر في مشاريع الترانزيت، مشاريع أصلا الواي فاي وتنظيم القطاع يحتاج الكثير من العمل. اليوم نحتاج التوافق الكامل بين هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لحل الإشكالات. نحتاج إلى بناء استراتيجية، خطة للتعامل، بناء خطة لتحليل الهجمات، وبناء فريق مهم جدا، بناء فريق للتعامل مع الهجمات السبرانية، فريق الرد السريع يسموه في كل بلدان العالم. في بريطانيا الآن عندنا فريق في كل مجهز خدمة انترنت أو وزارة الاتصالات يسموه فريق الرد السريع للهجمات السبرانية، لأنه يا عزيزي والإخوان المشاهدين، إذا الهاكر أو إنه ضربت هجمة هذا الشبكة يدخل على بياناتك الشخصية، يدخل على صورك الشخصية، يهدد، يدخل على الباسورد، يهدد كل معلومات مرتبطة سواء أنت مخزنة بتليفون أو في كمبيوترك الخاص. فيحتاج إلى العمل بسرعة في موضوع تكوين فريق، تدريب فرق، كفاءات يستخدمون ناس أو شركات مستشارين يجيبوهم حتى يدربوهم للتفادي وصد والتدخل وردع هذه الهجمات أو التعامل معها في حالة لو دخولها الشبكات. إمكانيات العراق الأساسية كموقع جغرافي ينعكس بمميزات على الدولة بأن تكون نقطة يسعى إليها المستثمرون بتوفير بنى تحتية وتطوير المهارات في القطاعين العام والخاص بمجال تقنية الاتصالات والمعلومات لتحقيق تنمية مستدامة. لقناة العراقية مصطفى السعدي، بغداد.